طبعا سأنتقل أيضا إلى إحدى الخيم هنا، حيث يستريح بعض عناصر الجيش العربي السوري أيضا. سنحاول الدخول إليهم. تحياتي يا شباب، كل عام وأنتم بخير. كيفكم؟ عم تشربوا متي، مشروب المفضل. كيفكم؟ خليني نفوت لعندكم لهون. بداية كل عام وانتم بخير، بعيد الجيش العربي السوري، مبروك النصر في القلمون، تزامن بين اعياد عيد الجيش والانتصار. انتصارنا بالقلمون. شو حابب تقول اول شيء كمعنويات عالية؟ معنويات الحمد لله مثل الحديد، معنويات قوية، والشباب معنويات قوية قوية يعني كبيرة كثير، ما كله ماشي لقد بداية العملية 24 ساعة ل 48 ساعة تم تحرير عشرات التلال، أبطال اقتحام كنتم. تحكي لي عن طبيعة المعارك اللي صارت، خاصة بظل هي التضاريس الصعبة هون. طبعا معروف في منطقة القلمون بتضاريسها الوعرة وصعوبة التضاريس تبعها، شيء زيادة عن هيك كمان صعوبة المناخ بالليل. أول الاقتحامات وقت بلشنا بالاقتحام، طبعا كانت اقتحام مشاة. مشاة فرضت انه بطبيعه التلال وهذا ما يعني المشاة بدات تقتحم التلال، سلاح ثقيل، مدرعات كذا، كان ما في انه لحتى نتيجه. اعتمدتم على التسلل طبعا تسللات ليليه، صار تسلل بالليل على اول تله، هي تله البركان. بعدين تله عاد البركان اخذنا الدفاع. تله البركان، بعدين ثبتنا عليها. بالصباح ثاني يوم صار في تقدم على تلة الكرة واحد، والحمد لله رب العالمين بفضل كان بواسلنا. يصير في اشتباك مباشر؟ ايه طبعا اشتباك مباشر هون على التلة هاي، تلة تلة الكرة الكرة كان صار اشتباك اشتباك مباشر، وكان فيني اوصف لك اياه بالعنيف، لانه كان مثبتهم تلة الكرة. انتو اكيد شفتوا كيف كان طبيعة الخنادق وطبيعة تثبيتهم كان فيها كيف كان. مباشر. شو حابب توجه رسالة لأهلك؟ بحب عايد اهلي وزوجتي واولادي، وبقول لهم ان شاء الله نحن ماضين قدما لاخر حبة تراب من الوطن، و إن شاء الله بالنصر، ان شاء الله إن شاء بالنصر الله المؤزر ان شاء الله لكل سوريا الحبيبي. إن شاء الله بإذن الله.